لا تكاد ترى نحلة في الخارج من البرودة، ولكن الدبور يخرج ويصرخ ويريد أن يدخل الخلية. انظروا أيها الأخوة كيف يحوم حول الخلية والنحل لا يخرج من البرودة. انظروا، ذهبت إلى الخلية الأخرى. ها هو، انظروا انظروا، اصطدم مع النحل يريد أن يدخل، ولكنه يتردد ويحاول. والدبور نشط حتى في البرودة.